متر في متر، ظلام دامس، مكان أكله وقضاء حاجته في نفس المكان، بالكاد يستطيع أن يتنفس، لا يوجد أكسجين. 7 سنوات. ويرزقه من حيث لا يحتسب، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أما بعد، أحبتي في الله، جميعنا سمع عن تلك الجريمة المروعة التي هزت مواقع التواصل وهزت قلوبنا، لرجل قتل زوجته وأولاده ثم انتحر، وقد قام بنشر مقطع فيديو له على صفحته قبل الجريمة، يبين فيه أن هذا الفعل بسبب قلة التوفيق وبسبب الفقر الشديد، فهو قد نزح أثناء الحرب من سوريا إلى تركيا، ويعمل من الصباح حتى المساء، ولكن حالته سيئة جدا، ولكنه يعاني من الفقر الشديد وقلة التوفيق على حد قوله، فأراد أن ينهي حياته وحياة عائلته فقتلهم وانتحر. إنا لله وإنا إليه راجعون. بتنا نسمع في الآونة الأخيرة كثيرا من حالات الانتحار، هذا بسبب الفقر وذاك بسبب بلاء أصابه وتلك بسبب زوجها وهكذا، والله المستعان. مسلم يفعل هذا، مؤمن يصل به الحال إلى هكذا حال، يتوجه إلى الشيطان لحل مشكلته. نعم، هو توجه إلى الشيطان ليحل مشكلته، وهل حلها؟ لا والله، بل أخذ بيده ليقذفه في نار جهنم. هل تخلص من المشكلة بالانتحار؟ فالمنتحر والقاتل في نار جهنم. نعم، هو بظنه أنه خرج من مشكلة، لكن سقط في مشكلة أكبر وأعظم، وهذا كله عباد الله بسبب قلة الإيمان، بسبب ضعف الإيمان. نعم، المؤمن يعلم الحكمة من خلقه في هذه الدنيا، هو مخلوق للعبادة، وهو في دار امتحان، سيصيبنا البلاء حتما، الكل سيبتلى. قال الله تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ الكل سيبتلى. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. إذن البلاء حاصل، لكن لا ندري كيف يأتي البلاء، هل يأتي في الولد؟ هل يأتي في المال؟ هل يأتي في الصحة؟ هل يأتي في الزوج أو الزوجة؟ لا ندري. فالمؤمن يعلم الحكمة، فلذلك يصبر، والله تبارك وتعالى وعد من صبر واحتسب بالجزاء العظيم. قال سبحانه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، أي بغير عد، بغير عد، عداد الحسنات مفتوح لهؤلاء الذين صبروا.
فالبلاء حاصل عباد الله. أو كلما أصابنا بلاء نفكر بالانتحار، ونفكر بالمخدرات، ونفكر بطريق الشيطان؟ ليس هذا حال المسلم وحال المؤمن. الله سبحانه وتعالى ضرب لنا أمثلة عظيمة في القرآن، أنبياء، أنبياء ليس أناس يعني عاديين، أنبياء أصيبوا بأشد البلاء. سيدنا أيوب عليه الصلاة والسلام نبي من أنبياء الله، ضربه الله مثلا عظيما للصبر، قال تعالى: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. أصيب في جسده، أصيب في ولده، أصيب في ماله سنوات طويلة، لكنه لم ييأس ولم يقنط من رحمة الله، بل كان يدعو الله تبارك وتعالى، كان قلبه متعلق بالله. فلما جاءه الفرج بعد اجتياز الاختبار بدرجة امتياز، قال الله تعالى: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. سيدنا يوسف يحبس في السجن بضع سنين، يونس عليه السلام يلقى في بطن الحوت، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عانى من أنواع البلاء كلها، حوصر صلى الله عليه وسلم 3 سنوات لا يجد ما يأكل إلا ما يواريه إبط بلال. الصحابة رضي الله تعالى عنهم جاعوا حتى أكلوا أوراق الشجر، وتقرحت شفاههم من الجوع من أكل أوراق الشجر، لكنهم لم ييأسوا ولم يقنطوا، بل ازدادوا إيمانا وازدادوا صبرا. حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم يحاصر في الغار فيقول لأبي بكر: لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا. يا الله، ما أعظمها من كلمات وما أجملها من كلمات، تسكب على القلب السكينة والطمأنينة. ممكن واحد يقول: هؤلاء أنبياء. والله في زماننا أناس ضربوا أعظم صور الصبر. يعني أحد الأطباء الفضلاء قال: جاءنا مريض إلى المستشفى بمرض خبيث بالسرطان، وقد انتشر في جميع جسده، بقي أسبوعين في المستشفى ثم مات. يقول هذا الطبيب: سبحان الله، هذا المريض أمره عجيب، المرض منتشر في جميع جسده، مرض خبيث. كان كلما يدخل عليه زائر ليزوره كان يقول له: اشهد أني راض عن الله، الحمد لله. كل ما يدخل عليه زائر يقول له: اشهد أني راض عن الله، الحمد لله. يقول الطبيب: كان الأطباء والممرضون يتسابقون لخدمته. يقول: كنا نحس بتلك الغرفة أنها قطعة من الجنة، في شيء عجيب، سبحان الله، صبر. يقول: قدرا بعدما توفي هذا الرجل جاءنا أيضا مريض بمرض خبيث في أمعائه، مرض سرطان. يقول: كان يسب الله والأنبياء والقرآن. سبحان الله، سبحان الله، انظروا إلى الفرق، انظروا إلى الفريقين، انظروا إلى الإيمان وإلى الكفر، إلى قوة الإيمان وإلى ضعف الإيمان. اليوم نحن كلنا، أغلبنا نازحون في هذه الحرب، نجد من النازحين ما شاء الله يغسل كليتيه. أنا جلست معه يغسل كليتيه ويجلس في خيمة وفقر، فقر، سبحان الله، مع ذلك يقول: الحمد لله، المهم أن يرضى الله عز وجل. وهو هجر من أرضه، وهو قد هجر من أرضه وخسر أمواله وانهدم بيته ومات بعض أولاده، ومريض ويغسل
كليتيه ويجلس في خيمة وفقر وبطالة، ومع ذلك الحمد لله الحمد لله. المهم أن يرضى الله عز وجل. يا شيخ هي محطة قصيرة وسنموت، سبحانه. هذا هو الفهم، وهذه خلاصة الحياة لخصها هذا الرجل البسيط الفقير. يا شيخ هي محطة قصيرة وسنموت، سبحان الله. يتوجه إلى الله، وعسى الله أن يحدث بعد ذلك أمرا، عسى الله أن يأتي بالفرج، عسى الله أن يأتي باليسر بعد العسر. هذا هو الإيمان عباد الله الذي يصبر. نعم، ما الذي يصبرنا في هذه الحياة؟ والله تصيبنا في بعض الأوقات يعني أمور صعبة وشديدة، نعم، لكن ما الذي يصبرنا؟ موعود الله تبارك وتعالى. لأننا سنموت، والله تعالى يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الله تعالى يقول وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أصابك دين شديد، أصابك كرب، أصابتك مصيبة، هذا بلاء ابتلاك الله به، فإلى من نتوجه؟ نتوجه إلى الله تبارك وتعالى. مو منشغل السكارة ومنروع المخدرات ومنروع الحشيش ومنفكر بالانتحار. الله أكبر الله أكبر، هل هذا مؤمن بالله تبارك وتعالى؟ نتوجه إلى الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر، أي اشتد عليه أمر، إلى أين كان يفزع؟ قال فزع إلى الصلاة، إلى باب الله الأعظم، إلى باب الله الأعظم. قال الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. يفزع إلى مولاه، يفزع إلى خالقه، إلى رازقه. الرزق عند الله، الفرج عند الله، النصر عند الله، حل مشكلاتك عند الله تبارك وتعالى. هو ربك هو خالقك سبحانه وتعالى. فما معنى إياك نعبد وإياك نستعين التي تقولها في الصلاة؟ إياك نعبد وإياك نستعين سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وكان حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الكرب، اسمع إلى هذا الدعاء وتعلم وردد، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. ويقول حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت عميس، ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب؟ الله الله ربي لا أشرك به شيئا، الله الله ربي لا أشرك به شيئا. ويقول عليه الصلاة والسلام دعوات المكروب، اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. ويقول عليه الصلاة والسلام دعوة ذي النون، أي دعوة سيدنا يونس عليه السلام، دعوة أخي ذي النون لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، يا معاذ ألا أعلمك دعاء إذا دعوت به لو كان عليك مثل جبل أحد دينا لأداه الله عنك؟ قل يا معاذ
اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي أيضا دعاء عظيما علم عليا دعاء عظيما قال لو كان عليك مثل جبل دينا لأداه الله عنك قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك أصابك هم حزن اسمع إلى هذا الدعاء يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي قال صلى الله عليه وسلم إلا أذهب الله عنه حزنه وهمه وأبدله مكانه فرجا فقيل يا رسول الله ألا نتعلمها فقال عليه الصلاة والسلام بلى ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها أي هذه الكلمات العظيمة فإذا نتوجه إلى الله انفض عنك غبار الحزن الشيطان يريدك حزينا نعم وهذا من أهداف الشيطان أن يجعل المؤمن حزينا لأن الحزن يضعف القلب إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا انفض عنك غبار الحزن وقم وتوضأ وصلي بين يدي ربك وتوجه إليه إنه الخالق إنه الرازق إنه الناصر إنه الفارج سبحانه وتعالى قل يا الله قل يا رب لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وأبشر بالخير ولا تستعجل الإجابة ممكن تتأخر أيضا هذا امتحان لك اصبر اصبر نحن في دار اختبار ربما تكون لك درجة في الجنة لا تبلغها بعملك ولو عبدت الله ألف عام ألف عام فالله يبتليك بهذا البلاء مرض أو فقد مال أو كذا فإذا صبرت واجتزت الاختبار نلت تلك الدرجة كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله اليأس يقطع أحيانا بصاحبه لا تيأسن فإن الكافي الله الله يحدث بعد العسر ميسرة لا تجزعن فإن الصانع الله إذا ابتليت فثق بالله وارض به إن الذي يكشف البلوى هو الله والله ما لك غير الله من أحد والله ما لك غير الله من أحد فحسبك الله فحسبك الله في كل لك الله يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله لا تدري لعلك تقطف من صخور العسر زهرة اليسر
لعل في انسداد النهر نهرا آخر يجري، لعل في انسداد النهر نهرا آخر يجري، فدع لله تسخيره وقل خيره، ولا تفلت يد الصبر، ولا تفلت يد الصبر، فلا تدري، فلا تدري، الله يحدث بعد العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. لكن فقط نعلق هذا القلب بالله، علق القلب بالله، من المؤلم ومن المحزن أن يتوجه الإنسان إلى كل باب يبدأ بسؤال المشايخ وفلان وكذا، وينسى التوجه إلى الله أولاً. أولاً علق القلب بالله تبارك وتعالى. هذا هو الإيمان عباد الله، هذا هو الإيمان. طبعا هذه الحادثة حادثة، قلنا حادث انتحار وقتل، نحن لا نبرئ ذلك الرجل أبدا، نعم المنتحر في النار والقاتل في النار ويتحمل المسؤولية، لكن أيضا هناك من يتحمل المسؤولية، نعم هناك من يتحمل المسؤولية. من؟ الأهل، الأهل في تربيتهم الذين لم ينشئوا أولادهم على كتاب الله تبارك وتعالى وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو نشئ هذا الولد على كتاب الله لما وصل به الحال إلى تلك الحال أبدا. هل سمعتم بحامل للقرآن انتحر؟ هل سمعتم بحامل للقرآن جن وفقد عقله؟ أبدا. اذهب إلى مستشفى الأمراض العقلية والنفسية لا تجد حاملا للقرآن أبدا. هؤلاء يعيشون مع الله، هؤلاء يعيشون مع الله عباد الله. الأهل يتحملون المسؤولية. أولا حصنوا بيوتكم بالقرآن، حصنوا بيوتكم بالقرآن عباد الله. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: إن البيت ليتسع على أهله، وتحضره الملائكة، وتهجره الشياطين، ويكثر خيره أن يقرأ فيه القرآن. وإن البيت ليضيق على أهله، وتهجره الملائكة، وتحضره الشياطين، ويقل خيره لا يقرأ فيه القرآن. القرآن نور، القرآن شفاء، القرآن هداية عباد الله. حصنوا بيوتكم بالأذكار. بعض البيوت والله مرتع للشياطين، مرتع للشياطين، لأنهم لا يذكرون الله تبارك وتعالى فيها، بل وبعض البيوت يشتمون الله فيها، وأغاني ومعازف ومنكرات، هذه بيوت لا تدخلها الملائكة وتعشعش فيها الشياطين. حصنوا أنفسكم وأهليكم بالأذكار، فإن العين حق، نعم العين حق، تستنزل الحالق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تصيب الرجل في عقله فربما بدر منه مثل هذه الأشياء ولا تدري. حصنوا أنفسكم بالأذكار من السحر، من العين، من الآفات، من البلاء، وإلى ما هنالك، والأذكار كثيرة. اللهم يا رب يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أحبتي في الله، الله تعالى يقول سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، من حيث لا يحتسب. الله تعالى يقول: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهارا. الاستغفار مفتاح أبواب البركات، مفتاح باب الفرج، مفتاح باب الخير والسعادة والفلاح. أكثر من الاستغفار. قم لله في جوف الليل الآخر عندما ينزل ربنا إلى السماء الدنيا سبحانه وتعالى نزولا يليق بجلاله وكماله،
وأكثر من الاستغفار، والله ستتغير حياتك. الاستغفار، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، المخرج في الدنيا والآخرة، ويرزقه من حيث لا يحتسب. أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في الحديث قال تكفى همك ويغفر ذنبك. أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله، أكثر من قراءة القرآن، من الدعاء. الدعاء سلاح المؤمن. الإنسان ضعيف، الإنسان فقير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. توجه إلى الله، توجه، عش مع القرآن، عش مع سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. أختم بقصة جميلة جدا. شيخ فاضل اعتقل عند النظام ووضع في المنفردة 7 سنوات. ولمن لا يعلم، المنفردة هي زنزانة تقريبا مساحتها متر في متر. كم سنة؟ 7 سنوات. وهذه كافية لأن يفقد هذا السجين عقله، يجن، أليس كذلك؟ متر في متر، ظلام دامس، مكان أكله وقضاء حاجته في نفس المكان، بالكاد يستطيع أن يتنفس، لا يوجد أكسجين. 7 سنوات. فلما خرج هذا الشيخ الفاضل سألوه كيف مرت عليك تلك الفترة؟ سبحان الله، لم يفكر بالانتحار، لم يتسخط، ما قال يا رب أنا شيخ، أنا حامل للقرآن، حافظ كتاب الله ومقرئ بالقراءات العشر، أنا مصلي، أنا كذا، ما قال هكذا، لأنه يفهم سنة الله في الحياة. ماذا قال لما سألوه كيف مرت عليك تلك السنوات؟ قال كنت أعيش مع القرآن، كنت في لذة لا يعلم بها إلا الله، كان في الجنة، كان مع الله. علق قلبك بالله تجد السعادة، والله. مهما كان همك، مهما كان كربك، مهما كان دينك، أيعجز الله سبحانه وتعالى؟ حاشا لله. توجه إلى الله، انفض عنك غبار الحزن والكآبة والقلق، وافزع إلى الصلاة، افزع إلى باب الله تبارك وتعالى. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا، وإلى غيرك ربنا لا تكلنا، نلقاك وأنت راض عنا. اللهم يا رب، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فرج عن إخواننا في غزة يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم فرج عن إخواننا في غزة، اللهم فرج عن إخواننا في غزة، اللهم أنزل عليهم أمنك وأمانك يا الله، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اللهم اجعل لهم من لدنك مخرجا، اللهم اجعل لهم من لدنك مخرجا، اللهم أنزل عليهم نصرك، اللهم أنزل عليهم نصرك. اللهم عليك باليهود ومن والاهم، اللهم عليك باليهود ومن والاهم، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا. اللهم سلط عليهم جندك، اللهم سلط عليهم جندك. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، هازم الأحزاب، اهزم بشار وأعوانه، اهزم اليهود ومن والاهم. اللهم اهزمهم وزلزلهم، اللهم اهزمهم وزلزلهم، اللهم اهزمهم وزلزلهم، اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم اكفناهم بما شئت. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، يا ذا الجلال والإكرام، يا مالك الملك العظيم، يا رب العرش الكريم. اللهم إنا نسألك فرجا قريبا يا سميع يا مجيب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.